أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن في قول الله جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، دعوةً للتسليم لأمر الله، وعلاجًا للقلق والتشاؤم، وسببًا لحصول السكينة والطمأنينة، وليست دعوةً لبث الوهن وترك العمل، أو ذريعةً للخمول والكسل. فحين نتحدث عن الرضا بقضاء الله وقدره وتفويض الأمور إليه، فلا يفضي ذلك إلى العجز والتواكل وترك الأخذ بالأسباب والتخاذل، بل يكون العمل بكل ما في الوسع والطاقة والاجتهاد على قدر الاستطاعة من فعل الأسباب التي سخرها الله ومدافعة أقدار الله بأقداره. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.